عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية هذا اليوم، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالشان المحلي والتي تخدم مسيرة النهضة التنموية، مشيدا جلالة الملك المفدى بما تشهده مملكة البحرين من مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات والهادفه الى خير وازدهار الوطن والمواطن كما اطمأن جلالته على عوده جميع البحاره البحرينيين مؤكدا اهميه ضمان حقوق ابنائنا من البحاره واثنى حفظه الله على الجهود الدؤوبه والخيره التي بذلتها الحكومه الموقره برئاسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للافراج عنهم وتسهيل عودتهم سالمين الى ارض الوطن وحول المساعي الوطنيه في التعامل مع مستجدات فيروس كورونا كوفيد عشر أشاد جلالة العاهل المفدى بالاقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين الذين يبادرون باخذ التطعيم مما يعكس وعيهم وادراكهم لكل ما فيه خير الجميع شاكرا ومقدرا جلالته الجهود المستمره للكوادر العامله في خط الدفاع الاول واسهاماتهم الانسانيه وجميع القائمين على الحمله الوطنيه للتطعيم مؤكدا جلالته ان المملكه قطعت شوطا كبيرا وجهدا مميزا في الحد من انتشار هذه الجائحه واضاف ولالته ايده الله انه بتعاون وتكاتف الجميع سنصل بعون الله لتحقيق كل ما نصبو اليه معا